شيخ محمود، بس يوم الأخير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسألك اللهم أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، روى الإمام مسلم عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفع، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجاب النور لو كشفه لأحرقت سرحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يقول سيدنا موسى: قام فينا رسول الله، أي خطيبا، قام يخطب فما قال إلا خمس كلمات، أي خمس جمل: إن الله تعالى لا ينام، وإنما ينام من يتعب، ينام المخلوق الذي يحتاج للراحة، أما الله جل جلاله وعزت قدرته وزاد علينا بركاته فهو قوي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب أبدا. هذا مما يستحيل على الله، النوم، تعب، هذا ليس من صفات الرب، ليس من صفات الرب، إنما هو صفات المخلوقات. أما الله جل جلاله فلا يحتاج لذلك كله، وهو مستغن عن ذلك كله، ولا ينبغي له أن ينام. لا يجوز في حق الله تعالى النوم. يخفض القسط ويرفعه، الله، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. الأعمال هذه التي نعملها ترفع إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، أي قبل دخول النهار. لذلك كما ورد في الخبر أن الملائكة تتعاقب على ابن آدم عند الفجر وعند العصر، فعند الفجر تصعد ملائكة الليل، وعند العصر تصعد ملائكة النهار. طيب عمل الليل، شو عمل الليل؟ كل ما تفعله من عمل في الليل، إن كان صالحا وغير صالح، كله يرفع إلى الله. تقارير طبعا يصلح، طبعا يصلح. الله جل جلاله عنده ملائكة لا تحصى، جنود يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمره، وكل إنسان معه ملكة رقيب عتيد. على كتفي الإنسان رقيب وعتيد.
ملك اليمين يسجل الحسنات والعمل الصالح، والملك الذي على يساره الكتف الأيسر يسجل العمل غير الصالح. وملك اليمين آمر على ملك الشمال، يعني هو رئيسه، فإذا أخطأ العبد وارتكب معصية يقول له ملك اليمين: مهلا رويدا، لعله يستغفر ويسبح، ما تستعجل عليه، أجل الأوامر من الله، ما لك عليه. فإذا أذن الفجر جاء ملائكة النهار وذهبت ملائكة الليل وصعدت بعملك: هذا يا رب صلى 8 ركعات، وصلى العشاء بالجامع، وطلع عامل أربع ساعات، كل شيء جمعه من العشاء كبر بالقهوة. مش شرب القهوة، أنت القهوجي تبعنا، لا، قعد بالقهوة عم شد وعصب على الشدة وسرب، اتهم هذا بأخته، اتهم بديك بعرضه وكذا، الموضوع عم يسب على المرأة، ما عم يسب على المرأة، أصلا المرأة لا قرار أصلا هي هيك. فبنفهم بمجتمعاتنا المنطقة الشعبية هيك إنه رمضان مرتبط بشو؟ بالشدة، بالقهوة بالشدة. ما بعرف مين ربطها، لا قرأنا بالقرآن قهوة بشدة، لا قرأنا بالسنة قهوة بشدة. منين إجت هيدي؟ تعال نضيع وقتنا، نضيع وقتنا، نضيع لك هالكلمة: والوقت أثمن ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك بضيعه. أي رجل رأس مالي من العالم تجي بتسأله أنت كيف جمعت ثروتك؟ بقول لك جمعتها بالوقت والجهد، أعطيني وقت وأنا عندي مجهود بشتغل. تمام؟ هذا اللي ما بيعرف الله، بنحكي عن العالم. المؤمن يقول لك هذا من عند الله، وهذا فضل الله، وهذا مدد الله، كله من عند الله. وفقنا الله لأسبابه. فإذا كنا نحن عندنا وقت كنا نشتغل ونغتنم بالوقت، فجمعنا هذا الرقم من الثروة. وهان نتفنن في ضياع أوقاتنا، في ضياع أعمالنا، نتفنن. كيف بدنا نضيع؟ كيف بدنا نمرق الوقت؟ هلا مثل هلا بعرف حدا بيروح مثل هلا قال بيركب الموتير، مع انه غلي البنزين كثير غلي، يعني فوله ب 5000 للموتير، صار فوله هلا 90000 برضه. هو صغير ما حدا يحكي معه، بده يضيع وقت. وين؟ بيركبوا 4-5 موتير هيك مع بعضهم وبيطلعوا صوب ضد أو صوبات هيك حسان، عم كذروا الانشاء، شو مش عم يأذن المر؟ راس نحاش، راس نحاش. كيف الناس بتفكر؟ كيف؟ ما بعرف من وين تسربت إلينا هذه الأخطاء الفادحة. هذا وقتك تغتنم؟ لا، هذا وقتك لو شوف كيف بدك تضيع، كيف بدك تهدر. كيف العقل؟ لو كان إنسان عم يشتغل وقال له الساعة تاعتك عندي بالشغل، خذ يوم معنا استراليا بيشتغلوا على على الساعة، الساعة منها 30 دولار، 7 دولار، 10 دولار، كل ما اشتغل ساعة بتزيدوا 10 دولار، ساعة 10 دولار، ما حط يوم تاخذ حقها. حسسوه بقيمة الوقت تبعه، هذا النظام حسسوه بقيمة الوقت، الساعة بيحكمك. تمام؟ طيب في الجنة قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة لا يتحسرون فيها على شيء من الدنيا إلا ساعة مرت لم يذكروا فيها الله تعالى. الجنة ما فيها بكي وزعل وحزن إلا بشغلتان. الشغلة الأولى لما يتذكر يشوف المناصب العالية والمقامات الرفيعة تعيد الذاكرين
ما كان بيضيع وقت ابدا، بحب لما اصحى 24 ساعه حتى لو بس بينام، بينام اصحى بنام معه لانه هيك بذكر وبينام. و لما ربي يزيل الحجاب يوم الجمعه حتى يكرم عباده من اهل الجنه بالنظر الى وجهه الكريم. الامر بيزيل الحجاب، يرفع الحجاب عن اهل الجنه فيتمتعون برؤيه وجهه الجليل. يا جمال الله. قال فاذا وضع الحجاب خلصت الرؤيه، فهل وقد وضع الحجاب يعني حجبه. قال سمع لأهل الجنة بكاء كبكاء الرضيع. بدنا نشوفك يا رب، بدنا نشوفك يا رب. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. آمين. بس مطرحاً وإلى أهل الجنة في نعيم مقيم، ما في لا تعب ولا في بكاء ولا في حزن ولا في موت ولا في مرض، ما في شيء خالص. قال يرفع إلي عمل الليل قبل عمل النهار. رفعت الصحيفة، صلى الفجر المغرب، صلى العشاء، صلى التراويح 20 ما شاء الله، وذهب صلى في البيت كمان 20 ثانية ما شاء الله، صلي بأربع ركعة في الليل الحلوين ما شاء الله، ها؟ يشمر عمل الخبير شوي. يصعد بها ملك الليل إلى الله. هذه صحيفة فلان، هذه صحيفة فلان، هذه صحيفة فلان. جمعوا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. الحق هذا زعمل شغل، تروح عند المرجعية الدولة فتروح جيب لك الكاميرات، بلا انت يوم كذا مرقد من هون وليك تشوف تطلع بالكاميرا، طفي لي الضوء، طفي له الضوء القاضي بالقاع وضوي له على المكان هذا، فبيشوف حوله، شفت ظلمناك شيء؟ لا حوسه دغري. تمام. مخلوقات صارت عندها تطور وصارت تعرف تكمش اكبر، كانت اي ساعه واي مات بزعملت ولا ما مات. كيف رب العالمين لك كيف؟ والله بتلاحظ. اي والله. قال وعمل النهار قبل عمل الليل. كمان قبل ما يدخل الليل العصر بيجي بيرفع العمل، بيجي ملك تعمل الليل بينزل العصر. يتناوبون يتعاقبون عليكم. نعم. قال حجاب النور. الله الله يا الله ما احلاك. حجابه النور. الله تعالى حجب ذاته الشريفة عن أبصار الخلق بالنور. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قوة النور تحرق. هيك يا اخوان، هيك تطلع الشمس مثلا، بس كان الشمس قبل الزمان ظاهرة هيك واضحة فيك تطلع، لا، لأنه وهج نور، نورها القوي يحرق. تمام؟ طيب، هذه مخلوقة من مخلوقات الله، الشمس الله خلقها، والله تعالى ليس كمثله شيء، لكن هذا مخلوق من مخلوق. كيف إذا ربي كشف الحجب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ففي من رحمة الله أن جعل حجابا على خلقه عشان هذه السبحات الجليلة العظيمة المباركة ما تحرق المخلوقات. كلنا لما نرى الجمال نفرح،
طلعت شفت منظر حلو هيك جبال وخضار وديان وكذا، بنقص تفرفح نعناش، قلنا لأنه هيدي الروح تحب هذا المنظر، لأنه هذه الروح تحن إلى موطنها الأصلي وهو الجنة. وبس تشوف رجل جميل بدور ما شاء الله معيوب، شو بتنبسط تقول سبحان الله الوجه أحلى منور كذا. ولما بتشوف مخلوقة من مخلوقات اللي الله أعطاها الجمال بتقول يا عين شو ما شاء الله تطول بالوشك كذا. بس يعني تنجذب إلى هذا الجمال، تمام؟ فهي مخلوقات تنجذب إليها. سيدنا يوسف عليه السلام عنده شطر الجمال نصه بس، فالنساء ما أدروا، صحيح عباد يوسف ما أدروا، يصبروا على هذا الكلام شو عملوا؟ قطعوا أيديهم. وأناموا النظر إليه ونسيوا من أبي أعطوا أيديهم السكين، ونسيوا من تبعهم. لا، خدموا الحال، جذبوا إلى هذا الجمال، جمال سيدنا يوسف. سيدنا محمد أوتي الجمال كله. ليش؟ ليش سيدنا يوسف شطر الجمال وسيدنا النبي الجمال كله؟ قال إن الجمال لا يتم الجمال إلا مع الجلال. الجمال لا يكون كاملا إلا مع الجلال. فالجلال هو تتمة الجمال ويحفظه. من شان هيك سيدنا النبي أوتي الجمال كله، لا مع الجلال. سمعت لي خبرية من سيدنا النبي راودته فلانة عن نفسه؟ لا. سمعت لي خبرية إنه عجب النساء بدون سيدنا النبي؟ لا. كان في جلال، كان في هيبة تحفظ هذا الجمال لمحمدي، تمام؟ سيدنا أبو هريرة يقول ما رأيت شيئا قط أحسن من رسول الله، كأن الشمس تجري في وجهه. والصحابي الثاني سيدنا جابر يقول جلست إلى رسول الله ليلة كان البدر فيها وضحيا، يعني مكتمل 14، قال فجعلت أنظر إلى البدر وإلى وجه رسول الله، فلوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من البدر. شو أجمل من البدر؟ ونحن قلوبنا ترفرف تريد أن ترى رسول الله. طب ما رسول الله هو مخلوق من مخلوقات الله، فهذا الجمال الذي تحن إليه هو مخلوق من مخلوقات الله، فكيف حالك بالجمال المطلق، الجمال الإلهي، الذات الإلهية؟ شغلة كبيرة يا رب. يا رب دخيلك، يا رب دخيلك، اجعلنا من أهل الجنة. ومتعنا بالرؤية والنظر إلى وجهك الكريم، ولا تحرمنا بذنوبنا، تبنا إليك ندمنا على ما فعلنا، نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ومع جمال الله تعالى، جمال الخالق خالق الأكوان والجمال، نختم هذه الجلسات المباركة، هذا البرنامج المبارك، برنامج رمضان دعوة إلى الله. ونشكر جميع الإخوة الذين حضروا وساهموا في نشر هذه الدروس المباركة، جزاهم الله تعالى كل خير، وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.